أنا معايا دلوقتي من قرية شباه سعمير في محافظة كفر الشيخ عبر سكايب الدكتور أحمد شعيب عبد الجواد، أحد أهالي القرية. دكتور أحمد، مساء الخير. دكتور عمرو، مساء النور، أهلا أخبار وسهلا حضرتك؟ دكتور أحمد. طبعا يعني البقاء لله في الراحلة الكريمة، لكن وإحنا بنعمل يعني أو بنبحث عن الصورة اللي ترسخت في أذهاننا على مدى التاريخ، الصورة الجميلة للمجتمع المصري، يعني وجدنا أن قريتكم بتضرب هذا المثل الجميل الرائع. بيتم دفن الراحلة الكريمة بكل، زي ما قلنا، بكل المشاعر اللي احنا متعودين طبعا عليها في أثناء الجنازة وأثناء الدفن، ولكن مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللي قالت عليها وزارة الصحة. إزاي تم ده يا دكتور؟ هو طبعا اللي حصل عندنا امبارح من تشييع جنازة أمنا وأم بلدنا كلها، ده كان لازم منه، يعني خاصة إن دي أول حالة وفاة حصلت عندنا هنا في البلد بفيروس كورونا. إحنا كلنا كأطباء وصيادلة ورجال أمن وأهل قرية كنا موجودين وحريصين طبعا إن لازم مصر والعالم كله يشوفنا بالشكل ده، خاصة بعد الأحداث اللي حصلت في مع الدكتور المتوفاه زميلتنا طبعا رحمه الله في قرية شبرا البهو. عشان اللي حصل هناك ده شيء أصلا ملوش علاقة خالص ولا بفيروس ولا بإنسانية ولا بدين ولا بإكرام ميت. اللي حصل هناك ده مش بيحصل مع مسلمين. أما في قريتنا احنا كنا طبعا كلنا حريصين إن نطلع بالمنظر ده والمصر كلها والعالم كله يشوفنا. احنا طبعا أنا من قرية شباه سعمير، وشباه سعمير ديت نموذج للقرية المصرية الأصيلة المتعاونة المثقفة المعروفة في مصر كلها بتاريخها وأصولها. كلنا كنا متعاونين مع بعض، الكل كان واخد حرصه ومتفاهم طبعا الموقف. البديل اللي احنا طبعا عمرنا ما هنرمي موتانا ولا هنضحي بنفسنا، احنا هنكرم موتانا وهنصلي عليهم وهندفنهم في مقابرنا طبعا نعم. طبقا للتعليم والإرشادات بتاعت منظمة الصحة بس اللي احنا أخذناها واضح واضح واحنا يا دكتور أحمد إنه في يعني درجة وعي يعني كبيرة عند أهالي شباه سعمير، طبعا وده اللي احنا شايفينه في الصورة يعني. احنا قرية شباب سامير، قرية معروفة جدا فيها كل طبقات المجتمع، فيها فئات، فيها أساتذة دكاترة، فيها قمة مصر كلها موجودة فيها، ناس متعلمة ومثقفة وأهالينا وإحنا منها، يعني هم على وعي باللي بيحصل وعلى إدراك باللي بيحصل، بس طبعا مش هينفع في المقابل إن إحنا نعمل حاجة غير اللي اتعملت دي. مش هينفع نرمي موتانا إحنا ولا هينفع نمنع اللي إحنا ندفن موتانا، لا. اللي حصل في القرية اللي هناك ده طبعا ملوش علاقة خالص بالإنسانية، ملوش أي علاقة بالإنسانية ولا ليه علاقة كمسلمين. اللي حصل ده طبعا هي أكيد قلة هي اللي حررت ده، اللي حصل ده ما هو إلا فتنة وجهل من ناس. وربنا بعد عنكم هذه الفتنة طبعا طبعا يعني طبعا بدرجة إيمانكم وبدرجة وعيكم اللي احنا كلنا بنحييكم عليها يا دكتور أحمد. دكتور أحمد شعيب، احنا ما بنقولش للناس اللي هي تنزل في شوارع ولا بنقلل من قيمة الفيروس. احنا يعني اقل حاجة للميت ده اكرام دفنه، يعني ندفنه ونصلي عليه. ما حدش قال، منظمة الصحة العالمية نفسها اللي احنا بناخد منها ارشاداتنا ما قالتش ان الموتى بينقلوا فيروس، دي صحيح كلها اشاعات باطلة ملهاش علاقة بالحقيقة خالص خالص. انا وطبعا الدكاتره واهل البلد وطبعا رجال الامن، ولهم كل الشكر كل الشكر والتقدير لرجال الامن ان هم عاونونا على حاجه زي كده. احنا طبعا اول لما عرفنا بخبر الوفاه طلعنا على الامن عندنا، قلنا لهم احنا طبعا هندفن، وما لقيناش منهم اي اعتراض طبعا. احنا هندفن الناس هتنزل واحنا مسؤولين، احنا وانتم، ان احنا ننظم الناس دي كلها ويقفوا في صفوف طبقا للارشادات والتعليم اللي احنا عارفينها ما طبعا. حدش من اهالي كل القريه واحد قال لك لا وما ندفنش عندنا وممكن تحصل عدوى والكلام اللي احنا يعني سمعناه في لا 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 طبعا خالص شبرا خالص، دي مش البهو. قريتنا. واللي حصل في القرية
شبرا البهو ده مالوش علاقه خالص بالمصريين. انا ما اعرفش ايه اللي حصل، انا مستغربه اصلا. احنا انا اتفقنا يا والله دكتور احمد ان دول قله، يعني اللي اعترضوا واللي دول قله طبعا، دول لا لا دول مش مصريين طبعا، ده مش اخلاق مصريين خالص ولا مسلمين. دول ما قله، وفي فتنه وجهل حصل في الموضوع ده، اكيد مش كل القريه كده يعني، برضو عشان ما نظلمش حد. بالتأكيد مش كلها، لأنه في ناس اعترضت، وإحنا يعني هنكلم حد من أهل القرية دلوقتي، يعني في مجموعة كبيرة جدا، يعني إحنا بنقول الأقلية هي اللي يعني دعت إلى هذه الدعاوى الغريبة طبعا بعدم طبعا دفن طبعا دي المرحومة. فتنة، دي طبعا فتنة ودارت ما بينهم، وإن شاء الله مش هتحصل خالص تاني، ولا هنشوف الصورة دي تاني خالص ما بيننا إن شاء الله يعني. بإذن الله. أنا برضو يعني بنتهز الفرصة وحضرتك معايا بحيي أهالي قرية شباس عمير فردا فردا، هذه القرية الواعية. احنا طبعا اول لما الناس اتجمعت، احنا الكل لبس كمامات وجوانتي، وقفناهم كل واحد بعيد عن الثاني تقريبا متر او متر وشويه. اتفقنا طبعا مع الناس كلها اللي واقفه ان العربيه هتيجي هتقف في المكان المحدد، ما حدش يتحرك، هنصلي كل بقى بعد الصلاه كله هتوكل على الله. في نعم طاقم طبعا، طاقم طبي جاي مخصص لحاجه زي كده، هم هيدفنوا، والموضوع عدى خالص بسلاسه جدا. بس كان مقصود اللي احنا نبين لمصر كلها والعالم كله ان مفيش حاجه اسمها موتى بتنقل الفيروس، ومفيش حاجه اسمها احنا هنرمي موتانا عشان صح خايفين من حاجه، لا مفيش صحيح، الكلام ده. وبينتوا ده، وبينتوا ده بكل وبينا ده، يعني والحمد وضوح. لله والحمد لله الناس احنا بقينا قدوه لمصر صحيح كلها، صحيح، ان شاء الله كله هيعمل زي ما عملنا. بحيي حضرتك وبحيي كل اهالي شباس عمير. الدكتور احمد شعيب عبد الجواد، صيدلي من شباس عمير في محافظة كفر الشيخ، شكرا جزيلا يا دكتور احمد.